يعطيك العافية شباب. سامعيني شباب؟ شباب يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. كيفك يا داليا؟ ان شاء الله بخير الحمد لله تمام دكتور، انت الحمد لله. بس مستنى 5 دقائق يشبكوا بقية الشباب. تمام دكتور؟ يلا يعطيك العافية. شكرا يا عم يزن. يعطيك العافية شباب. الله يحفظك دكتور. طيب أول إشي بالنسبة لمحاضرة إن شاء الله الأسبوع القادم زي ما حكينا، أنتوا راح تصيروا تاخذوا ثلاث وخميس، الثلاث على موعد المحاضرة الساعة 2، أوكي؟ وزي ما اتفقنا الخميس إن شاء الله القادم بيكون مش بكرة طبعاً، اللي بعده حكينا 12 ونص صح؟ كونوا ما عندكوش محاضرات الخميس. يا شباب تمام دكتور.
الأسبوع اللي بعده أنتوا بترجع تأخذوا أحد اثنين ثلاثة أربعة، والشعب الثاني بأخذوا ثلاثة وخميس زي هيك. راح طبعاً ننزل المحاضرات من تشوفوا بعد كل محاضرة إحنا بننزلكوا إياها على e-learning على قناة الكلية، احضرهم ونناقش مع بعض إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. طيب بس أهم إشي بدي أكد عليكم بالنسبة للحضور والغياب، أنا شايف الأعداد كل ما لها بتقلب الحضور والغياب، فهو حر في 15 علامة عندنا على المشاركة والأعمال الأخرى والوظائف والحضور والغياب، فبلاش يخسر هنا، أنا كل شيء ببين عندي طبعاً. بعد كل محاضرة بجيب تقرير مين حضر ومين ما حضر. بالنسبة للطالب بيحكي لي شاب مش قادر يدخل، اللينك اللي أعطيناكم إياه لأول الفصل لكل المحاضرات طول الفصل، فيحاول يدخل من برا الإيليرنينج على الزوم مباشرة. أي استفسار قبل ما نبلش بالمحاضرة شباب؟ أي استفسار؟ الكل سامعنا يا شباب؟ اه دكتور سمينا. طيب يلا بس ثواني مشان نبلش المحاضره، بس ثواني. زي ما حكينا المحاضرة الماضية بلشنا بالـ OS Services، حكينا الـ Operating System هو شو بشكل عام، شو حكينا عن الـ Operating System بشكل عام؟ تعملنا شير سكرين. أوكي هاي عملنا. شو حكينا عن الـ OS بشكل عام يا شباب؟ إنه هو بيزودك بالـ Environment الضرورية حتى نقدر ننفذ البرامج ونقدر نخدم المستخدمين. دكتور صوتك راح. صوتك بعيد. طيب شباب حكينا عن الاوبريشن بشكل عام اللي بيزودك بالانفايرمنت البيئه اللازمه حتى ننفذ البرامج والسيرفيسز للبرامج واليوزر، صح؟ حكينا اكثر من سيرفيس عندنا، حكينا اخذنا 9 سيرفيسز. السيرفيس الاولى حكينا عنها شو بيزودنا دائما، بيوزر انترفيس. اليوزر انترفيس زي ما حكينا الاوبريتنج سيستم كان بي فيود از انترفيس بتوين يوزر اند هاردوير، حتى يكون انترفيس زودنا للاوبريتنج سيستم باول سيرفيس اللي هو يكون ايش، في عندنا يوزر انترفيس. هاي اليوزر انترفيس زي ما حكينا بتختلف، ممكن تكون جرافيكال يوزر انترفيس، المثال عليها مثلا الويندوز، مثلا في عندنا كوماند لاين اللي زي اللينكس حكينا عنها، او الباتش سيستم اللي هي بتجمع بالاثنين. حكينا الجرافيكال يوزر انترفيس زي الويندوز شو حسنتها، انها يوزر فريندلي. شو يعني يوزر فريندلي؟ يعني التعامل معها سهل. التعامل معها سهل، في عندنا ايكونز بنستخدم، الديسكتوب عندك قدامك بنستخدم اوامر لغتها زي لغه الانسان كابي بيست الى اخره، صح؟ طيب السيرفيس الثانيه اللي قدم لنا اياها حكينا ايش، حتى نقدر ننفذ البرامج بروجرام اكسكيوشن، حكينا اني بروجرام تو بي اكسكيوتد بست بي ريزايد ان ذا مين ميموري، صح؟ هو المسؤول عن جلب البرنامج يحمله للمين ميموري وبعدين نعمل له ران، صح؟ وننهي تنفيذ البرنامج سواء كان نورمالي او اب نورمال. ممتاز. حكينا كمان زودنا بسيرفيس انه نقدر نتعامل مع الانبوت اوتبوت اوبريشنز، حكينا اثناء التنفيذ ممكن نحتاج انبوت او output. مين اللي سمح لنا نقدر نستخدم هاي الاوبريتنج سيستم، هاي السيرفيس من الاوبريتنج سيستم. كمان شو حكينا في سيرفيسز ثانيات، فايل سيستم مانيبيوليشن، شو حكينا صرنا نقدر نتعامل مع الفايل سواء نعمل له كرييت اوبن ديليت نحدد الاكسس له طرق الاكسس الى اخره، هاي كل نظام الفايل اخذنا عنه الفايل سيستم. الفايل والفولدر صرنا نقدر نعملهم من خلال الاوبريتنج سيستم، صح؟ حكينا كمان زودنا السيرفيس الخامس بايش، بالسير كوميونيكيشن. شو الكوميونيكيشن؟ انه البروسيس اذا بحاجه تتناقل معلومات تتبادل معلومات مع بروسيس ثانيه تمت من خلال الاوبريتنج سيستم. كيف الكوميونيكيشن ممكن يتم؟ حكينا بتوين تو بروسيسز، مسج باسنج اللي هي مسج باسنج، ممتاز، اور او شيرد ميموري، اور شيرد ميموري، صح؟ هذول بنجي لهم. طيب حكينا كمان زودنا بالايرور ديتكشن، حكينا الاوبريتنج سيستم اذا صار في عندنا اي ايرور
هو لازم يسيطر على الأمور، هو لازم يعرف يأخذ الأكشن المناسب لكل إيرور. كل إيرور له حل مختلف عن الثاني، هذا رح نيجي له بالإنتربت من خلال الإنتربت سيرفيس روتين وإلى آخر. أوكي، هلأ ما كيف ممكن يختلف عندنا إيرور مثلا بالسي بي يو بالميموري بالإنبوت إلى آخره؟ كيف مثلا بالسي بي يو إذا عملنا ديفيجن باي زيرو صح، صار في عندنا ايرور السي بي بيحدد لنا الاوبريتنج سيستم. كيف بالميموري هاردوير مثلا بدنا نحمل ملف سعته اكبر من المين ميموري بيحكي لنا في ايرور. كيف انبوت اوتبوت مش واصل للبرينتر الى اخره، واضح؟ طيب زي ما حكينا كل تايب من الايرور ناخذ له الاكشن المناسب اول إشي حتى نضمن انه تتم العمليه بشكل سليم الكمبيوتر. طيب حكينا كمان احدى السيرفيسز اللي هي الريسورس الوكيشن. حكينا شو يعني ريسورس الوكيشن، اي بروسيس حتى تتنفذ اي برنامج لازم ياخذ ايش ريسورسز، صح؟ في عندنا اكثر من ريسورس بالنظام زي السي بي يو زي الميموري زي الانبوت اوتبوت. مين يضمن لنا انه نعطي كل البرامج ريسورس حتى نقدر ننفذها؟ واذا عندي اكثر من يوزر ياخذوا الريسورسز الاوبريتنج سيستم، صح؟ طيب حكينا كمان في عندنا السيرفيس الثامن اللي قدم لنا اياه اللي هي ايش الاكاونتنج، انه نعرف مين مستخدم الريسورسز وكل كل يوزر قديش ماخذ من الريسورسز مشان نعرف كل الريسورس تكون عندنا محكومه مين ماخذها ومين مستخدمها باي وقت الى اخره، سواء كان يوزر اور جابس، صح؟ طيب كمان زودنا بالبروتكشن والسيكوريتي. حكينا البروتكشن انه نحمي النظام نفسه من انه ما فيش بروسيس تدخل على بروسيس ثاني، فيش يوزر يدخل على معلومات يوزر ثاني، كل هاي الامور سميناها ايش بروتكشن. والسكيورتي شو حكينا عنها؟ السكيورتي انه نحمي النظام تبعنا من الهجمات سواء كانت داخليه او خارجيه، صح؟ زي الفيروسز الورمز الى اخره. واضح يا شباب؟ واضح شباب؟ واضح دكتور. طيب وهاي اخذنا فيو الاوبريتنج سيستم سيرفيسز، حكينا هاي يوزر اند اذر سيستم بروجرام، صح؟ حكينا في عندنا يوزرز وهاردوير الكمبيوتر سيستم كومبوننتس فور. اول شيء في عندنا فور كومبوننتس، اول شيء اليوزر، حكينا شو في عندنا دائما قبل السوفت وير سواء كان سيستم سوفت وير اور ابلكيشن سوفت وير، وعندنا اوبريتنج سيستم وهاردوير، واضح؟ طيب هلا عندنا لاحظ انه اليوزر مش مباشره بتعامل مع الهاردوير. حكينا الاوبريتنج سيستم هو انترفيس بين يوزر اند هاردوير، صح؟ طيب هاي الاوبريتنج سيستم، هاي كل السيرفيسز بيقدمها مين؟ الاوبريتنج سيستم، هيها بالازرق. هلا شو زودك؟ يوزر انترفيس سواء كانت جرافيكال يوزر انترفيس اور كوماند الى اخره. في سيستم كولز اللي هي حكينا الامثله على ايش؟ سيستم سوفت وير، صح؟ صح شباب؟ طيب دكتور ومباشر هاي السيرفيسز اللي حكينا عنها. هاي مثلا اعطاك مثال على الكوماند لاين، هون اعطاك مثال على الجرافيكال يوزر انترفيس اللي بتحتوي. حكينا معظم الانظمه الحديثه شو بتحتوي؟ البوث، اما جرافيكال يوزر انترفيس بالاضافه لايش؟ كوماند لاين. واخذنا امثله عليها، واخذنا التاتش سكرين اللي مزوده بالسمارت فونز الى اخره. حكينا بالعاده الكيبورد بتكون فيرتشوال مش موجوده عندك بس بيعطيك مجال تكتب، الماوس مش مرغوب فيها او غير موجوده بالاصل، والاكشن والاند سيلكشن بيست اون استرز يعني بناء على اليوزر اللي بده يختاره ويكبس على اي ابلكيشن بده اياه او اي ايكون عنده، صح؟ طيب هلا نشوف الاوبريتنج سيستم ستراكشر. اليوم انه حكينا بشكل عام الاوبريتنج سيستم هو برنامج، صح؟ بس هذا البرنامج هو عباره عن برنامج كومبلكس معقد كبير جدا، مشان هيك احنا بحاجه نعمل له ايش ستراكشر هيكله. في عندنا اكثر من طريقه تمت، زي ما حكينا دائما الاوبريتنج سيستم قاعد ايش بتطور. ليش بتطور؟ لانه الفيتشرز اللي عندنا المستخدمها بتزيد، كل فيتشر كل اضافه بنستخدمها لازم نعملها ايش تنظيم. الاوبريتنج سيستم هو كوردينيتر مانجر، صح؟ حتى ندير كل العمليات. صار في عندنا عمليات جديده معناته بدنا نزيد تعقيد الاوبريتنج سيستم. بالبدايه في عندنا اكثر من ستراكشر، هون راح نشوف ستة ستراكشر. الستراكشر الاول سميناه ايش؟ سمبل ستراكشر. ستراكشر ايش؟ بسيط. الامثله عليه ايش؟ مايكروسوفت دوس، هاي قبل ما يظهر عندنا الويندوز. طيب كونه مثلا كنا نشتغل هون على ايش؟ الكوماند لاين، الاوامر. كيف الاوامر الانترفيس؟ اليوزر بكتب الكوماند
بنعمل له فيتش الاوبريتنج سيستم وبنفذه. معناته لازم يكون حافظ كل امر. بدك تنسخ ملف لازم تعرف تكتب الامر الكوماند اللي نسخ الملف وين تخزنه الى اخره. كنت تدخل بالديتيلز بالتفاصيل صح. انت بدك تنسخ ملف لازم تحدد له اسم الملف وين بدك تنسخه وين بدك تحطه الى اخره. مش زي الويندوز عندك ناو اللي هي بتعمل كوبي بيست مباشره صح. اول ستراكشر سميناه سمبل ستراكشر راح نشوفه بعديه. صار في عندنا سيستم مور كومبلكس، مش انه معقد. صار لما نحكي مور كومبلكس الامثل على اليونكس اول فيرجن منها. شو يعني مور كومبلكس؟ انه صار اعقد من السمبل ستراكشر بس بعده مش معقد. واضح؟ مور كومبلكس يعني اكثر تعقيدا من مين؟ من السمبل ستراكشر اللي هو الامثل على ايش؟ المايكروسوفت دوس. بعدين صار عندنا شيء اسمه لايرد ابروتش. لايرد هسه بنشوف شو يعني لايرد ابروتش. الامثل على ايش؟ اليونكس. بعدين صار في عندنا شيء اسمه مايكرو كيرنل، بعدين موديولز، بعدين ايش اسمه الهايبريد اوبريتنج سيستم. اوكي لما نشوفهم واحده واحده السته الاوبريتنج ستراكشرز. فالاوبريتنج سيستم هو برنامج، البرنامج هذا كبير جدا حتى نقدر لازم يكون له ايش في تنظيم كيف نعمله. اوكي خلينا نشوفهم واحده واحده. هلا المايكروسوفت دوس بحكي لك شو نعمل. هذا انكتب حتى انه provide the most functionality in the least space. شو يعني؟ شو يعني؟ وليش بأقل مساحة ممكنة؟ بحكي لك انه مايكروسوفت دوس انكتب الكود تبعه البروجرام. هو بروجرام، البروجرام لما حكينا بروجرام معناته set of instructions صح. انكتب بطريقه بحيث انه يزودك بالفانكشن اللي بدنا اياها باقل مساحه ممكن. ليش؟ لانه كان في عندنا مشكله بالتخزين، كان التخزين مشكله مع الناس مساحات كبيره، فكنا بدنا نقلل التخزين. اوكي واضح شباب؟ طيب لاحظ شو في عندنا مثلا هون. الروم الريد اونلي ميموري، البايوس ديفايس درايفرز، هاي بتعرف شو البايوس اللي هي المسؤوله عن اعدادات النظام الى اخره. شو كان في عندنا؟ ام اس دوس ديفايس درايفر، صح حكينا لكل ديفايس لها درايفر خاص فيها. ريزيدنت سيستم بروجرام وابلكيشن بروجرام، هاي اللي عندنا. لاحظ هل الابلكيشن بروجرام تقدر توصل المباشره للهاردوير زي الروم؟ يس. نعم. السيستم بروجرام تقدر توصل؟ يس. المايكروسوفت ديفايس درايفر كله موصول مع كله. فهون هل قسموا انتم موديولز يعني لاجزاء محدده كل جزء مسؤول عن شغل واحد بتواصل مع اللي فوق وتعد؟ لا. طيب بحكي لك على الرغم من انه الام اس دوس يا بعض الستركتشر انترفيسز اند ليفلز اوف فانكشناليتي ار نوت ويل سيبريتد، مش مقسم بشكل جيد، يعني انه كل وحده قاعده تتدخل على الثانيه. هلا كل اللايرز زي ما حكينا بتقدر توصل للهاردوير، هذا طبعا غير جيد صح؟ لانه وظيفه الرئيسيه للاوبريتنج سيستم انه يكون انترفيس بتوين يوزر اند هاردوير صح؟ زي اللي شفناهم. طيب هلا بس هذا ادى الغرض عندنا هذيك الايام. ليش؟ لانه كانت طبيعه الفانكشن اللي بنعملها مش معقده. ما كانش عندنا مثلا اي واحد الكمبيوتر يستخدمه اي شخص الا المبرمج اللي بيعرف بهاي الامور. ما كانش في عندنا مثلا ابلكيشن زي جيمز، ما كانش في عندنا كلاود كومبيوتينج، ما كانش في عندنا انترنت. كانت الفانكشن محدوده والمساحه التخزينيه محدوده فمشيت الامور. بعد تطور وجدنا ان الام اس دوس عملوا شيء اسمه نان سمبل ستراكشر اللي هو اليونكس. شو يعني نان سمبل ستراكشر؟ هاي سمبل ستراكشر انه كل شيء كل لاير ممكن توصل للهاردوير صح. فيش تقسيم واضح، فيش موديولز مقسمه انتو موديولز لاجزاء محدده. بعدين عملنا المور كومبلكس اللي حكينا عنه اللي هو نان سمبل ستراكشر. شو صار النان سمبل ستراكشر؟ قسم الاكزامبل عليه كان يونكس، قسمنا لكم جزء؟ جزئين، سيستم بروجرام والكيرنل. كم جزء قسمناه؟ جزئين، سيستم بروجرامز اللي هي والايش والكيرنل. الكيرنل شو بيزودك؟ كان بالفايل سيستم، الفايل سيستم اللي تعاملنا معه السي بي يو سكاجلينج. شو يعني السي بي يو سكاجلينج؟ عندي اكثر من بروسيس بالميموري جاهزه للتنفيذ، تختار واحده منهم. واضح؟ واضح شباب؟
تمام دكتور. طيب زودك بالميموري مانجمنت كمان and other operating system function الأمثل عليها a large number of function for one level. لاحظ الكيرنل صار يحتوي كل المهام كل السيرفيسز اللي أخذناها بالعادة عن الأوبريتنج سيستم وين حطها بالكيرنل. وفي عندنا الجزء الثاني صار شو سيستم بروجرامز بينما بالننس بالسيمبل ستراكشر. هل كان في موضح مع التقسيمات؟ لا 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 كل واحد كل لاير كان تقدر توصل للهاردوير وفيش تقسيم واضح يعني كأنه جزء واحد عمله. هون قسمنا لكم جزء جزئين واحد للسيستم بروجرامز واحد للكيرنل. هون صار في عندنا نوعا ما تقسيم فسميناه هيك مشان هيك نان سيمبل ستراكشر يعني الستراكشر مش سيمبل. تفضل بس نحكي انه هذا يعني دوال مود قريب من الوضع المزدوج وضع الثنائي. ايوه هاي الثنائيه بس هاي مش يوزر وكيرنل مود. هون تقسم جزء للسيستم بروجرامز وقسم لايش للكيرنل. الكيرنل صار يقوم لك بكل الاو اس سيرفيسز اللي حكينا عنهم مثلا صح. طيب هاي مثلا تراديشنال هو بيحكي لك اكثر من سيمبل but not fully layered صح. التراديشنال يونكس سيستم اللي هو حكينا عنه ايش نان سيمبل ستراكشر بحكي لك بايون سيمبل but not fully layered يعني اكثر من سيمبل بس بالمقابل مش layered كامل لانه كم جزء قسمناه بس جزئين جزء لايش حكينا سيستم وجزء للكيرنل صح. سيستم بروجرامز جزء والكيرنل الجزء الثاني. لاحظ هلا الكيرنل شو في مثلا صار عندنا سيجنال تيرمينال هاندلينج كاركتر انبوت اوتبوت سيستم تيرمينال درايفرز فايل سيستم سوابينج الى اخره سي بي يو سكادجولينج بيج ريبليسمنت كل السيرفيسز اللي بقوم لك اياها فيها ايش الاوبريتنج سيستم حطيناها وين بالكيرنل صح. هاي اليوزر اليوزر هل صار يتواصل مباشره مع الهاردوير؟ لا لا مش زي الدوس صح. صار في عندنا كيرنل انترفيس تو ذا هاردوير. هاي الهاردوير عندنا هون شو صارت الشيل اند كوماندز كومبايلرز الى اخره. هاي اللي سميناها ايش سيستم بروجرامز معناته هاي السيستم بروجرام وهاي الكيرنل جزئين بس. سلم قسم فولي لايرد 100%؟ لا بعدنا لحد الان ما وصلناش للفولي لايرد بس صار افضل من السيمبل انه بدل ما يكون جزء واحد صار عندنا كم جزء جزئين وصار في عندنا تقسيمات واضحه. واضح هاي التراديشنال يونكس سيستم. بعديه صار في شيء اسمه لايرد ابروتش. لما نحكي لاير دابروتش شو اللاير؟ هاي لاير واحد زيرو هاي لاير ون لاير تو لاير ثري إلى آخر. اللاير دابروتش شباب زي ما تعمل عمرة. كيف اللاير دابروتش؟ أول إشي مش بتعمل الأساس بعدين بتعمل الطابق الأول. بعد الطابق الأول إذا عندك الطابق الأول وين بتقدر تعمر؟ الطابق الثاني بعديه الثالث الرابع and so on. هلا أنت كتواصل بين الطابق الاول موصول مع ايش مع الاساس بينما الطابق الرابع بيقدر يتصل مع مين الثالث صح والثالث مع مين الثاني والثاني مع مين مع الاول والاول مع زيرو. فهم عملوا لاير لاير زيرو شو كانت للهاردوير صح. بينما بالتراديشنال يونكس النون سيمبل ستراكشر هل في لاير؟ لا كان عندنا كم جزء بس جزئين جزء للسيستم بروجرام وجزء لل كيرنل. الكيرنل صار يحتوي كل السيرفيسز تبعت الكمبيوتر الاوبريتنج سيستم صح واليوزر والسيستم بروجرام. هون لا عملناها على اكثر من لاير. لاير 0 كانت هاردوير لاير 1 لاير 2 الى لاير ان. لاير ان شو كانت يوزر واضح. طيب هلا لاير 1 بتتعامل ذا بوتوم لاير 0 از ذا هاردوير ذا هايست لاير ان از ذا يوزر انترفيس. طيب طبعا هلا لاير 1 بتتعامل مع ايش لاير 0 لاير 2 بتتعامل مع ايش لاير 1 لاير ان بتتعامل مع لاير ان ماينس 1 صح. اوكي واضح تمام. طيب زي ما حكينا الاوبريتنج سيستم قسمناه انتو نمبر اوف لايرز ليفلز ايتش بيلت اون توب اوف لوور لاير. يعني حتى ابني لاير 3 لازم يكون عندي ايش لاير 2 حتى ابني لاير 4 لازم يكون عندي ايش لاير 3 مبنيه صح صح. طيب أوكي. هلا كيف قسمنا اللاير؟ لاحظ من لاير 0 كانت هاردوير لاير ان كانت يوزر انترفيس معناته لاير 1 شو بتتوقع تكون تحتوي؟ فانكشنز متشابهه. هل بتحتوي شيء مختلف؟ لا مثلا نعمل لاير 1 مثلا للكوميونيكيشن مثلا لاير 2 مثلا لل خلينا نحكي الايرور ديتكشن لاير 3 مثلا للريسورس الوكيشن مثلا. واضح؟ فكل لاير صار لها ايش
اوبريشن خاصة فيها، فانكشنز خاصة فيها، صح؟ اوكي اوكي. طيب هلا لاير 1 بتخدم بتتعامل مع مين؟ مع لاير 0. لاير 2 بتتعامل مع مين؟ لاير 1. لاير 3 مع لاير ايش؟ 2 اند 2 ان بتتعامل مع... ما افرض عندنا كان 10 لاير، معناته لاير ان 10 بتتعامل مع ايش؟ 9. 9 مع 8 7 6 حتى نوصل لاير 0. هون صار في عندنا ايش؟ modularity. Layers are selected such as such that each uses functions, operation and services of only lower level layer. يعني ما بقدر layer أن تتعامل مع layer 3 مع layer 1 مباشرة، لازم تتعامل مع مين؟ layer 2. layer 2 بتتعامل مع مين؟ layer 1. layer 1 بتتعامل مع مين؟ مع layer 0. دكتور صار في نوع من البروتكشن، بطل في تداخل بالعمليات. ممتاز ممتاز 100%. صار كل layer تحتوي ايش؟ معلومات الخاصة فيها، واضح؟ اللي بتحتوي نفس السيستم. طيب هاي layered approach. لحد الآن أخذنا كم approach؟ 3 approaches. الستركتشر الأول سميناه إيش؟ simple structure. الأمثلة عليه إيش؟ MS-DOS. هل في تقسيمات واضحة؟ لا، كله بيقدر يوصل للهاردوير في simple، يعني كأنه one layer عندنا كلها، صح؟ ليش؟ لأنه كان عندنا مشكلة بالسبيس، ما فيش عندنا مساحة تخزينية عالية، فكانت كمان الفيتشرز اللي عندنا قليلة جداً، فكنا بحاجة بس للسيمبل أبروتش. بس زادت عندنا تعقيدات وزادت الفيتشرز، عملوا إيش؟ نان سيمبل ستراكتشر. هذا صار أكثر تعقيد من السيمبل، بس بعده لحد الآن مش فولي لايرد، لأنه كم جزء قسمه؟ جزئين، جزء للكيرنل وجزء للسيستم بروغرامز، صح؟ صح مظبوط. طيب بعدين وجدنا أنه نات الكيرنل كل هاي السيرفيسز كثير، فعملوا إيش؟ فولي لايرد، اللي هو لايرد أبروتش. عملنا لاير من لاير زيرو لاير لاير ان. لاير زيرو شو هي؟ تحتوي على هاردوير. لاير ان شو تحتوي؟ اليوزر انترفيس، واضح؟ بعديها لاير زيرو، لاير زيرو سوري، حتى نبني لاير 1 لازم يكون عندنا ايش؟ لاير زيرو موجود. بس بعد اذنك ثاني هلا بعث له خالد نواصل بعث إلي وللعميد والعبد الروح هاي المقترحات، صح؟ ها بعث له خالد نواصل عندنا بس القسم حبيبي. طيب شباب آسف، لاير ان واللاير 1 انبنت على لاير 0، لاير 2 انبنت على لاير 1، يعني زي كأنه عندك عمره، واضح؟ فكل لاير لها فانكشنز خاصة وأوبريشن خاصة فيها، واضح يا شباب؟ سامعيني شباب؟ واضح دكتور. نيجي نشوف إشي اسمه مايكرو كيرنل سيستم. طيب هلا المثال عليها زي الماك، اكزامبل اوف مايكرو كيرنل. شو بحكي لك؟ نقل as much moves as much from the kernel into user space. لاحظ هون عندي بالتراديشنال يونكس سيستم اللي هو كان نون سمبل ستراكشر، كل معظم السيرفيسز معظم الخدمات وين زودناها؟ الكيرنل مود. هون لا، صار ينقل جزء من الكيرنل لايش؟ لليوزر سبيس، واضح؟ يوزر سبيس نقصد ايش يا دكتور؟ اليوزر مود اللي عندك. اليوزر مود. اوكي. بدل ما يكون كل شيء مركز بالكيرنل صار في جزء منه وين؟ لليوزر سبيس. شو معناته؟ اي شيء بس يصير كريتيكال حساس وين برجع؟ زي ما حكينا للكيرنل مود. غير ذلك بعطيه لمين؟ صلاحيه لليوزر. اوكي، واضح يا شباب؟ طيب هلا الكوميونيكيشنز، الاتصال اللي تمت اللي بتتم between user modules using ايه صارت؟ message passing. حكينا دائما في عن اذا في البروسيس ده تتعامل مع بعض او الموديولز تتعامل مع بعض تاخذ معلومات لازم يكون كوميونيكيشن. الكوميونيكيشن اما بتم من خلال shared memory or message passing. وشو اختار؟ message passing، واضح؟ اوكي. طيب الاكزامبل عليه ايش؟ الماك اوبريتنج سيستم اكزامبل اوف مايكرو كيرنل. اوكي شباب، طيب شو حسناته؟ صار بالسهوله انه نعمل اكستند، توسيع للمايكرو كيرنل، يعني صار في عندنا فيتشرز جديده، اضافه جديده مباشره بضيفها عليه لانه كيرنل لحال، صح؟ لانه مديول لحال. طيب easier to port the operating system to new architecture. شو المقصود فيها؟
كيف؟ هلا مثلا بتشوف عندنا الاركتكتشر مثلا 32 بت او 64 بت، اذا بدنا نغير من 32 ل 64 صارت ايش؟ ايزير، بنقدر بطريقه سهله نعمل بورت للنيو اوبريتنج سيستم، الاوبريتنج سيستم للنيو اركتكتشر. واضح؟ طيب اكثر ريلابل ليش؟ This code is running in kernel mode. بدل ما كله يكون بالكيرنل مود، وين صار معظمه؟ باليوزر سبيس، صح؟ حكينا بس يصير في ايرور، بس يصير في مشكله، وين بنتقل؟ للكيرنل مود. طيب مور سكيور، اكثر امان. ليش اكثر امان؟ لانه انا بعطي المستخدم يعمل كل شيء موزع، كل شيء موزع، كل واحد له جزء محدد. صارت مشكله وين برجع؟ للكيرنل. فيش مشكله، الامور ماشيه، صح؟ أوكي. شو المعوقات اللي عندنا او ديس ادفانتجز اللي بيحكي لك بيرفورمانس اوفر هيد اوف يوزر سبيس تو كيرنل سبيس كوميونيكيشن؟ شو يعني؟ شو يعني؟ انه ننقل بين يوزر سبيس والكيرنل سبيس صار صعب مثلا او شكل اعاقه؟ لا لا لا، ادق شوي. دكتور تحديد العملية، تحديد العملية، إذا هاي بدها مثلاً user space ولا kernel space؟ لا، حكينا الاتصال بتم between module سواء kernel ولا user mode من خلال إيش؟ message passing، صح؟ هلأ لأننا منبعث message، من نتواصل بين الكيرنل واليوزر، هل CPU بنفذ الوقت؟ بنفذ أي task؟ لا، بيكون في wasted time. هاي wasted time، صح؟ هاي overhead. لما يزيد الاتصال بيناتنا، زي ما ننسق شغل بيناتنا، بنحكي مع بعض، انت حط السؤال الاول، انا السؤال الثاني، انا السؤال الثالث، هل انجزنا اشي بهاي الفترة؟ لا لا، فالسي بي يو قاعد ايش؟ مستنى، ما بينفذش. فكل ما زاد الاتصال المسج باسنج كل ما زاد، فهذا كله اوفر هيد تايم، كله وقت ضائع. هذا متى بصير البرفورمانس، الاداء اوفر هيد اوف يوزر سبيس؟ مثلا انا بشتغل على اليوزر سبيس، صار عندي مشكلة، وين بنتقل؟ للكيرنل سبيس. بس حل المشكله بيرجع لوين؟ لليوزر سبيس. كل هاي الفتره هل السي بي يو استفدنا من وقته؟ لا. واضح؟ الكوميونيكيشن هذا كله وقت ضائع. واضح؟ طيب نشوف اللاير الابروتش او الاستراكشر الخامس. لاحظ هاي اليوزر مود، صار في عندنا انت لك الابلكيشن بروجرام، واضح شباب؟ هاي الفايل سيستم تبعك، هاي الديفايس درايفر، كله عادي. وين بتطبقه؟ باليوزر مود. الامور الحساسه، الامور المهمه، مين بيقوم فيها؟ كيرنل مود. زي مين بيحدد متى تختار السي بي يو يختار اي بروسيس عنده جاهز بالمين ميموري؟ الكيرنل مود. مين بيحدد ميموري مانجمنت، كيف نرتب الميموري، متى نعرف مين مستخدم جزء من الميموري، مين جزء الفارغ، متى ندخل للمين ميموري، متى ندخل. طيب انتر بروسيس كوميونيكيشن، شو يعني انتر بروسيس؟ البروسيس المتعاونه. البروسيس المتعاونه معناته لازم تبدل معلومات بين بعض، لازم يصير بيناتنا كوميونيكيشن. الكوميونيكيشن اللي اختاره ايش؟ مسج. واضح شباب؟ سلام دكتور. هلا لاحظ الابلكيشن بروجرام بده مثلا يروح يعمل اي شيء، فايل سيستم، وين بيروح؟ هاي مسج للفايل سيستم. الفايل بده يروح على الديفايس درايفر، بيعمل مسج من خلال كيرنل مود. هذا الوقت، هاي المعيقات حكينا كله اوفر هيدد تايم، هل بنستفيد منه شيء؟ لا. المايكرو كيرنل كان موصول مع ايش؟ اللي هون الكيرنل مود موصول مع ايش؟ الهاردوير. واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب واضح دكتور. الستركتشر اللي بعده صار المديول. شو المديول؟ شو حصلته؟ شو اعطيني مثال عليه بالواقع الحقيقي؟ بقول لك يوز اوبجكت اورينتد ابروتش، يوزز اوبجكت اورينتد ابروتش. كيف؟ انه كل شيء اصبح، كل شيء في السيستم، في السيستم ستراكشر مقسم لوحدات. مثلا بده ينادي، خلينا نحكي السي بي يو، فخلاص السي بي يو معروف وين مكانه، وفي شيء معين بيتصل، اجزاء معينه بتتصل بالسي بي يو. ممتاز. هلا فكره الاوبجكت اورينتد انه مش ضروري احمل كل البرنامج مره واحده، صح؟ بحمل الكلاس المعنيه اثناء التنفيذ. فهون الاوبريتنج سيستم لودبل كيرنل مودز، يعني بحمل الجزء اللي بدي اياه بس اثناء الحاجه، مش دائما بحمل كل الاجزاء مره واحده. واضح؟ فاستخدم مبدا ايش؟ الاوبجكت اورينتد. فايتش كور كومبوننت از سيبريت. شو يعني؟ مثلا عندي كور، مثلا واحده للسي بي يو سكادجولينج، هاي جزء لحال، واحده للكوميونيكيشن جزء لحال. هل ضروري اعملهم كلهم، احملهم مره واحده؟ لا، بستخدم السي بي يو سكادجولينج، بحمل السي بي يو سكادجولينج، بستخدم الكوميونيكيشن، بحمل الكوميونيكيشن، اند سو اون. صح؟
طيب أوكي. هلا كل واحد ممكن يحكي مع اي واحد من خلال ايش؟ انترفيس. يعني اي موديول بيقدر يحكي مع اي موديول ثاني، اي جزء من خلال ايش؟ كل كومبوننت مفصول بيقدر يحكي مع اي واحد. طيب شو الفرق بينه وبين اللاير ابروتش؟ كيف مور هاي بقول لك اوفر اول سيميلر تو لايرز بات وذ مور فليكسيبل. شو الفرق بينه وبين اللاير ابروتش؟ لا لا اللايرد ابروتش مش حكينا لاير زيرو للهارد وير حتى نوصل للاير ان ليوزر انترفيس. حكينا لاير 1 كان تقدر تتصل مع اي لاير بس لاير زيرو صح. لاير 2 تقدر تتواصل مع اي لاير لاير 1. كل كومبوننت ممكن يتواصل مع اي كومبوننت صح. هل مثلا لو عندي 10 كومبوننت الكومبوننت رقم 10 ممكن يتواصل مع كومبوننت رقم 1 واضح؟ تمام. كومبوننت رقم 3 ممكن يتواصل مع كومبوننت رقم 7 من خلال ايش؟ انترفيس واجهه. والحسنه كمان انا بدي استخدم مثلا 3 كومبوننت، هل في داعي احمل ال10 كومبوننت بالكيرنل؟ لا. هي each is loadable as needed the kernel. طب لما اقلل الكيرنل معناته الكود اللي بنفذه بالكيرنل صار اقل، فتصير العمليه عندي ايش؟ اسرع. اسرع. صح؟ مزبوط. ففكرة الموديول الشباب نفس اللايرد ابروتش، بس اللايرد ابروتش انبنى انه كل لاير تتواصل مع لاير واحدة، لاير 1 تتواصل مع لاير 0 لانه انبنت على لاير 0، لاير 2 مع لاير 1. بينما الموديولز لا، زي فكرة الاوبجكت اورينتد عندي قسمتها لاكثر من كومبوننت، كل كومبوننت ممكن يتواصل مع اي كومبوننت ثاني من خلال انترفيس محددة. هل في داعي احمل كل الكومبوننتس مرة واحدة بالكيرنل؟ لا، بحمل الاجزاء بس اللي بشتغل عليها. فبهاي الحاله بصير ايش؟ بيعمل لي رننج كود اقل تزيد السرعه. واضح؟ تمام. هاي المثال. طيب اللاير الاخير لما هاي مثلا لاحظ هاي الكيرنل، هاي في عندنا كومبوننت مثلا للسكادجولينج كلاسينج للفايل سيستم لللودبل سيستم الى اخره. هاي عندنا كم كومبوننت مثلا؟ 8 عندنا بالمثال عندنا صح. كل واحد بيقدر يتواصل مع الثاني. يس هاي بيقدر يتواصل مع هاي من خلال الانترفيس، هاي بتقدر تتواصل مع هاي اللاير الكومبوننت، هاي مع هاي. بينما اللايرد ابروتش كل واحد انبنت على الثانيه. هل في داعي احمل 8 كومبوننتس مره واحده بالكيرنل مود؟ لا، بشتغل هذول الثنتين، بحمل هذول الثنتين، تضيف الثالثه بضيف الثالثه بالكيرنل. فالكيرنل مود صار يعمل رننج لكود اقل صح. لما قلت الكود اللي بنفذه شو معناته؟ بتزيد السرعه اكثر. واضح؟ هاي فكره تطبق فكره ايش؟ الاوبجكت اورينتد ابروتش. طيب الاخر شيء اللي سميناه ايش؟ الهايبريد. لما نحكي هايبريد هجين، شو يعني هجين؟ استخدم اكثر من ابروتش مع بعض. شو الهدف انه يستخدم اكثر من ابروتش مع بعض؟ انه ياخذ حسنات كل ابروتش. زي السيارات عندنا بتسمع سيارات هايبريد بين كهرباء وبنزين، ياخذ حسنه الكهرباء مثلا والبنزين صح. اوكي هاي اللي بنسميها هايبريد ابروتش. هلا الهايبريد شو دمج؟ اكثر من ابروتش حتى يوصل. لما ندمج اكثر من ابروتش مشان اخذ ميزات كل واحد، زي حكينا المايكرو كيرنل كان سكيور صح وسريع، بس شو مشكلته كانت؟ انه عندنا الكوميونيكيشن كانت اوفر هيدد تايم بتوين كيرنل اند يوزر صح. المايكرو كيرنل ابروتش فهو دمج مثلا زي ما تحكي مثلا بين لايرد ابروتش مثلا والموديولز. هون باخذ حسنه كل واحد مثلا، هون بدمج اكثر من واحد حتى يحقق ايش؟ البيرفورمانس الاداء والسكيورتي يوزابيليتي ليد. اوكي واضح يا شباب؟ طيب هاي لاخر هاي كل الامور بتهمنيش، بس بدي تعرف لي الامثله عليه لابل ماك او اس اكس هايبريد اللي هو استخدم الاكوا يوزر انترفيس بلس الكوكا بروجرامينج انفايرمنت، طبق اكثر من وحده الى اخره. واضح؟ طيب هلا لاحظ هون طبق هون جرافيكال يوزر انترفيس هون ابلكيشن والى اخره، دمج يعني اكثر من ابروتش مع بعض. طيب نعيد الستركتشرز. حكينا كم ستركتشر اخذنا؟ 6. اول ستركتشر هو ليش صار في ستركتشر للاوبريتنج سيستم؟ ليش لازم نعمل له تنظيم؟ لانه الاوبريتنج سيستم
هو برنامج ضخم جدا كبير جدا، مشان هيك بحاجة لتنظيم. ليش ضخم جدا؟ ليش عرفنا؟ لأنه هو مدير مانجر كوردينيتر منسق لكل العمليات اللي داخل النظام، سواء يوزرز أو ريسورسز أو إلى آخره، صح؟ واخذنا أكثر من تعريف للأوبريتنج سيستم وأكثر من سيرفيس إله، وعرفنا أنه هذا البرنامج ضخم جدا، فاستخدموا أكثر من تطبيق، أكثر من استركتشر للأوبريتنج سيستم بناءه. أول استركتشر كان عندنا إيش سميناه؟ سيمبل استركتشر، اللي الأمثلة عليه إيش؟ مايكروسوفت دوس. هل هون في تقسيمات، في لايرت، في إلى آخره؟ لا، كان كل إشي بيقدر يوصل لمباشرة للهاردوير. هل في أي تقسيمات واضحة؟ لا. ليش؟ لأنه كانت الفانكشن اللي بدنا إياها نعملها رن بأقل مساحة ممكنة، وما فيش الفيتشرز اللي عندنا الكثيرة، فكانت الأمور ماشي. بعدين لما زادت الفيتشرز وبدنا نحسن من البرفورمانس والأداء للأوبريتنج سيستم، شو عملوا؟ نون سيمبل أبروتش، صح؟ اللي هون حكى لك مور كومبلكس. مور كومبلكس بيقصد فيها اكثر كومبلكس من السيمبل ستراكشر. هو زي ما حكينا اكثر كومبلكس من السيمبل ستراكشر، بس ما كانش فولي لايرد، صح؟ واضح شباب؟ المور كومبلكس كم لاير عندنا صار؟ كم جزء صار عندنا؟ جزئين، اللي هو نون سيمبل ستراكشر. الامثله عليه ايش؟ تراديشنال يونكس. كان جزء لايش سميناه؟ سيستم بروجرامز، وجزء للكيرنل. فكان كل الامور الحساسه كلها كانت تعمل رن وين بالكيرنل، صح؟ طيب بعديه عملنا شيء اسمه لايرد ابروتش. اللايرد ابروتش بيحكي لك بدل ما يكون عندي اكبس جزئين قسمناهم لاكثر من جزء. جزء زيرو، لاير زيرو شو حكينا عنها؟ للهاردوير. لاير 1 مسؤول عن مهمه معين، لاير 2 عن جزء معين، على 3 حتى نوصل لاير ان. لاير ان كانت ايش؟ اللي هي يوزر انترفيس. واضح؟ اوكي. فكرته انه انبنى زي نظام مثل ما تعمل عمره. لاير 1 انبنت على لاير 0 بتتواصل مع لاير 0، لاير 2 انبنت على لاير 1 بتتواصل مع لاير 1. هل لاير 5 بتقدر تتواصل مع لاير 2؟ لا، لازم تتواصل مع لاير 4، 4 مع 3، و3 مع ايش؟ مع 2، صح؟ اوكي. هتسؤال. طيب بعديه وجدنا انه هون اللاير عملوا شيء اسمه ايش؟ مايكرو كيرنل ابروتش، صح؟ شو المايكرو كيرنل ابروتش حكينا؟ عملوا بدل ما يكون كل الشغل بالكيرنل، اعطينا مساحه اكثر لوين؟ اليوزر سبيس. خلينا بس الكيرنل للامور الحساسه، صح؟ الكريتيكال. صار في عندنا كوميونيكيشن من خلال ايش؟ المسج باسنج. هلا متى بصير المسج باسنج؟ اذا كنا على اليوزر فجاه انتقلنا للكيرنل حتى نرجع، شو بصير مسج باسنج حتى نرجع لوين؟ لليوزر. المشكله كل في حسنات كثيره، صار سهل نعمل له اكستنشن، صار سكيور، صار الامور بسرعه تتم. بس السيئه اللي صارت عندنا ايش؟ انه الكوميونيكيشن هاي الاتصال كلها اوفر هيدد تايم، كل وقت ضايع. هل بنستفيد في منه شيء؟ لا. بعدين يردوا عملوا نفس فكرة اللايرد أبروتش بس طبقوه على الموديولز. شو هاي؟ إنه بدل ما كل لاير تتواصل بس مع اللي تحتها مباشرة، كل لاير مع لاير، إنه عملناها على أكثر من جزء، قسمناها زي اللاير، بس هاي الأجزاء كلها ممكن تتواصل مع بعض من خلال إنترفيس، صح؟ واضح يا شباب؟ تمام. فطبقوا مبدأ الأوبجكت أورينتد. وكمان صار في عندنا حسنة، بدل ما أحمل كل الكومبوننت مرة واحدة بالكيرنل وعملها رن، صرت أحمل بس الأجزاء اللي بتشتغل. كل جزء بدي إياه بحمله. واضح يا شباب؟ الهايبريد أبروتش حتى نأخذ حسنات كل نظام، طبعا زي ما شفت له حسنات وإله سيئات، فحتى الهايبريد أبروتش حتى أخذ أدمج أكثر من أبروتش مع بعض، أكثر من استركتشر، مشان أخذ الحسنات اللي مشان أعمل أدرس لإيش حكينا؟ للسيكوريتي، صح؟ وللإفشنسي وللأمور والثلاث اللي حكينا عنها. واضح يا شباب؟ وهاي الفكرة اللي حكينا عنها هون. مثلا شوف كل واحدة بتقدر الابليكيشن بروجرام توصل مع الهاردوير، السيستم بروجرام توصل مع الهاردوير، and so on. في كانش في عنا أي تقسيم هون، قسموا لكم جزء؟ جزئين، نون سيمبل ستراكشر. هاي هون كله للكيرنل، وهون السيستم. هيها بعديه هون عملنا اللايرد ابروتش اللي حكينا عنه. بعديه هون المايكرو كيرنل اللي حكينا صار فيه مسج باسنج. بعديه عملنا هاي، لاحظ
هاي اليوزر مود، هاي الكيرنل مود، وهون كان بيناتهم مسجز. بعدين عملنا المديولز، هاي الفكرة. بعدين حكينا هاي مثلا لاحظ كل جزء بدي اياه بحمله، مش ضروري احمل كل اجزاء مرة واحدة، كل واحد بيقدر يتواصل مع اي كومبوننت من خلال الانترفيس. وبعدين حكينا الهايبريد سيستم حتى يعمل ادرس لايش، طبقوا للبيرفورمانس والسيكوريتي واليوزابيليتي نيدز. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ هذا الشيء تمام. طيب شباب ان شاء الله. طيب الماده اللي بيسالوا الماده كم تشابتر شباب؟ زي ما حكينا رح ناخذ التشابتر الاول والتشابتر الثاني. اليوم بنزل لكم الماتيريال الاكسترا ماتيريال، والتشابتر الثالث الاكسترا ماتيريال. طبعا رح ناخذ شيء اسمه انتربت اللي تطرقنا له بشكل عام، رح نفهم مفهوم الانتربت بشكل كامل. بعدين راح نبلش بالبروسيس اللي حكينا، البروجرام لما ننفذه بصير بروسيس. نشوف شو يعني بروسيس، شو حالات البروسيس، كيف الكوميونيكيشن بتم بتوين بروسيس، الانتر بروسيس كوميونيكيشن، ديبندنت اندبندنت بروسيس، كل هاي الامور راح نشوفها على بروسيس، شو العمليات اللي نقدر نعملها على بروسيس. هاي تشابتر منفصل. بعديه راح ناخذ تشابتر اسمه سي بي يو سكادجولينج اللي تطرقنا له. شو حكينا السي بي يو سكادجولينج؟ انه عندي اكثر من بروسيس جاهزه بالمين ميموري، السي بي يو لازم نقي واحده منهم. كون السي بي يو بينفذ بس بروسيس واحده معناته لازم يختار دائما كم جاب، كم تاسك، كم بروسيس بنفس الوقت واحده، صح؟ عندك خمسه جاهزات او عشرة او ثلاثة او أربعة، على اي اساس بدك تختار واحده منهم؟ هاي التشابتر راح نشوفه سي بي يو سكادجولينج. بعدين ان شاء الله راح ناخذ شيء اسمه المين ميموري، تشابتر المين ميموري، كيف بتتم كل العمليات بالمين ميموري، كيف التفصيل، شو البيجينج، شو السيجمنتيشن، شو هاي الامور، كيف اذا بيكتشف في ايرور، كيف يحمل كل البرامج من بعضها الى اخره. هاي كلها ان شاء الله تشابتر المين ميموري، وان شاء الله راح نتطرق اما للديدلوك او الفيرتشوال ميموري اخر تشابتر حسب الوقت اللي بيضل معنا. طبعا زي ما بتعرفوا راح ناخذ امتحان ميت وامتحان فاينل، وراح يكون عندنا ثلاث وظائف. فالوظيفه الاولى بعطيكم اياها بس ان شاء الله نخلص الانتربت الاكسترا ماتيريال. اي استفسار يا شباب؟ مية مية دكتور. طيب يعطيك العافيه. الله يعافيك. وزي ما حكينا شباب موعدنا، موعدنا المحاضره الجايه ان شاء الله بتكون يوم الثلاثاء. العدد اللي بيسال عن عدد التشابتر راح يكون التشابتر الاول والثاني والاكسترا ماتيريال والبروسيس هاي أربعة، والسي بي يو سكادجولينج خمسة، والمين ميموري ستة، والتشابتر السابع إما الفيرتشوال ميموري أو الديدلوك حسب الوقت. دكتور المد كم تشابتر؟ المد راح يكون معنا إن شاء الله التشابتر الأول والثاني والإكسترا ماتيريال والبروسيس. الحل كله بكون إن شاء الله مادة الفاينل، السي بي يو سكادجولينج والهاي والمين ميموري. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم يا شباب. زي ما حكينا موعدنا الثلاث القادم إن شاء الله على الساعة 2، والخميس بكون مش بكرة البعده على 12:30 إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعطيكم ألف عافية شباب. هابي ويك إند إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.